السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. أرحب بكم من جديد، دائما معكم سيف. أصدقائي، كما تعلمون أنه هذه المرحلة كذلك من أخطر المراحل في إنتاج طائر الحسون أو الكناري أو جميع طيور الزينة. لماذا؟ لأنه أنت من بعد اللي تتعب، والحمد لله تبيض لك الإناث وتحضن ويفقسوا الفراخ، تقع في مشكل آخر، وهو مشكل هجوم القمل على الأحشاش، وكذلك تهجم لك على الفراخ وتقتل لك الفراخ كما صرات لينا في العش الأول. في المرحلة هذه انت صديقي ما تقدر تدير لا أدوية، ما تقدر تحارب القمل بأي طريقة. يعني لو كان دير أنتي بارازيت أو الإيفوماك ديرها للطيور، هنا ممكن الطيور تنظر لك وتدخل في غيار الريش، يعني توقف لك عن الإنتاج الأحشاش القادمة. كذلك لو كان دير أي أدوية في العش ممكن تقتل الفراخ ولا الأنثى تنفر لك العش. إذن ما هو الحل؟ كما تعلمون أصدقائي، من قبل إحنا من القديم كنا نديرو قطع الكرتون. هذه قطع الكرتون يعني القمل من بعد اللي يهجم على الطيور في الليل، في النهار يبحث على أماكن مظلمة، يعني يحوس على أماكن مظلمة اللي تكون فيها رطوبة ودرجة حرارة معينة يتخبى فيها القمل، باش يرجع يعاود يرجع في الليل يمتص دماء الفراخ أو دماء الطيور. إذن هنا واش نديرو؟ الحل الوحيد اللي نقوم به إن شاء الله وهو صيد القمل. نعم أصدقائي، صيد القمل. يعني الطريقة هذه تكون يوميا لمدة على الأقل 10 أيام، إن شاء الله ستقضي عليه تماما. الحمد لله، يعني أنا كان عندي بكثرة. لماذا؟ ماشي قلة النظافة، لا، لأنه الوقت هذا نتاع الحضن ما تقدر تنظف لا عش، ما تقدر تخرج القفص لها التشميس، ما تقدر تدير حتى أدوية. كذلك كما قلت لكم ما تقدرش تدير الأنتي بارازيتا ولا تدير الإيفوماك، ديره للطيور تاعك أصلا. كي تديرها لهم راح تقضي على الفاش اللي فيهم هما، بصح يبقى في القفص. كذلك ما تقدر تدير أي مستحضر في القفص لتقتل به الفراخ. قلت لكم الحل الوحيد وهو صيد القمل باستعمال قطع الكرتون. الحمد لله الطريقة هذه قديمة ومجربة، الحمد لله جابت لي نتيجة. هنايا كما كنتم تشوفوا البسبوس هذا مع الأنثى هذه، راني ندير لهم هاونا. كان عندهم بكثرة، يعني كان عندهم بكثرة، الحمد لله بدا ينقص ينقص ينقص، ما بقاوش. يعني راني كي ندير كرتونة كيما هاك، كاين بعض الأقفاص راح منهم تماما، يعني مانيش نعاود نلقى القمل. وكاين كيما هذه دوك نوريها لكم، الانثى يعني انثى الكناري مع فراخ البسبوس، هجين البسبوس، كان فيها عدد كبير من القمل. كيما قلت لكم يعني الظروف لنا موفرينها حنايا، اللي هي ما كاش تشميس لاميديتي، الغرف يعني رانا مبلعين هالغرف. هنا القمل طرطي هنا كيما كنتم تشوفوا اصدقائي. دوك نشوفوا عندي يوم اللي درت هذا الكرتون، دوك نشوفو اسكو بقى فيه ولا ما بقاش. ناوينا فوالا، راني شويه مغبون هاستي فاهم، راكم تشوفو هاوينا، وحده زوج ثلاثه، يعني راهم ثلاثه يتجالو. هنا واش نديرو؟ نرمو القطعه هذه ونجيبو قطع اخرى جديده، نديرهم يعني في القفص، نديرهم من الفوق من امام فوق العش، نديرهم في الجهه اللي منا. المهم احنا الحاجه اللي تاكد عليها انك كل يومين او ثلاثه تتفقدهم وترميهم، يعني ترميهم خارج البيت. ان شاء الله من بعد اللي تداوم عليها مده 10 ايام او هنا تقضي على القمل. طبعا كما قلنا يعني الفراخ الحسون او الكناري كي تلحق 15 يوم نظف العش وارمي، يعني القطن اللي فيه ارمي كلش، هذاك العش المبني، ودير طابي كذلك، ودير قطعه قماش جديده ان شاء الله باش تقضي على القمل هذاك اللي راه كان يتخبى في العش. وتبدا ان شاء الله بالطريقه هذه اللي هي طريقه صيد القمل، يعني لازم تصيدوا. الحل الوحيد انك تصيدوا. ونلتقي في موضوع اخر، وشكرا.